بسم الله. ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عظيم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ولقادين عندهم ادعاء لهم خير الناس بأمنا على البقاء القدس وما أجهل الناس تعاد بني صهيون تتودلهم قال شنو قال لأنه هما قوة العالمية في ديهم قوة عسكرية قوة جاسوسية قوة اقتصادية قوة علمية بين ظفرين قوة فنية ويختار قالينا هين نهبط من تحت لعنا يوم اللي يحبوا كما تقول انت يقربعوها يعني يخليوها يكونوش احنا من ربي ينكل بكم اول ما ينكل بكم انتم لانكم اقرا القران ان اردت ان تعرف ماذا ما يكون مآلك اقرا القران اقرا اللي كل من يتودد لاعداء الله هم اولى بالخسران وربي يكيد لهم كيدا لا يمكن ان يطلعوا على جزء منه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين والله خير الماكرين هل يستفيق منكم يكلاب الكرب على لعنة الله عليكم ما دمتم في عداوة مع الرب ومع رسول الرب ورسول الكرام عليهم السلام والأمة اللي هي ما زالت هنا ثابتة ألا تقارعكم بكل سلاح لساني أو قلبي أو مادي أنتم ومن أخذتمهم أرباب من دون الله أنتم في مرمانا وكل واحد منا يتربص بكم الدوائر واحنا موجودين بكل منطقة تعتبروها نيفرالجيك هي ذات قوة أعنى بحول الله تعالى يكرب شرب يكرب قلب القلوب اللي معتمد عليها أمن تلك المنطقة ذيك ويالي مؤمن ويعرف حقيقة يقول أنا كنت غافلا أما الآن أصبحت عالما والآن جتني فرصة من فرط فيها باش ما تكون فرصها أي هد بناء على العداء لأمة الإسلام ونحن منصورون بلاد الرحمن بكل طريق سواء كان عناصر طبيعية سواء كان جراثيم كيف الديزناف بلاية وما أدراك ما الديزناف عليه 19 والحديث لا نهاية له والأحسن لنا أن نرجع إلى كلام الله فهو أحسن ما مصدر للعلوم التي تقينا الأخطاء وتقينا الوقوع في سخط الله نسأل الله السلام.